سيارة أجرة ذاتية القيادة في معرض جايتكس للتقنية، مبادرة من هيئة الطرق والمواصلات بدبي تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في وسائل النقل العامة للمدن الذكية. السيارة مزودة بأنظمة الرادار وشاشات مراقبة لضمان سير المركبة على الطرقات العامة. تنقل للمواصلات على طبعا بتكون ان شاء الله على مستوى معرض دبي وسيلة مستقبلية راح تساهم في منظومة المواصلات العامة وراح تحقق رؤية الحكومة بجعل معرض دبي المدينة الأذكى في العالم. المعرض في دورته الحالية شهد مشاركة العديد من الشركات والمؤسسات المتخصصة في المجال التقني والابتكارات الذكية وطرق الأمن والسلامة، لا سيما أن التوقعات تشير إلى ارتفاع الطلب على قطاع التكنولوجيا خلال الأعوام المقبلة. مراكز بيانات العالمية من مايكروسوفت وبنتيح للزائرين أن هم من خلال الاوجمنتد رياليتي ان هم يشوفوا ازاي المراكز بيانات العالميه من مايكروسوفت، يشوفوا ازاي بنامنها ويشوفوا ازاي حجمها بيكون عامل ازاي. ويسلط جايتكس الضوء على عده قطاعات مثل المدن الذكيه والواقع المعزز والافتراضي وانترنت الاشياء والتصنيع الذكي، كما سيعرض المدن الذكيه اكثر تقدما على مستوى العالم التي تستخدم تقنيات الجيل القادم في البنية التحتية. على مدار 5 أيام يجتمع مشاهير التقنية لعرض آخر ما توصلوا إليه من حلول وابتكارات ذكية، إلى جانب البحث عن شراكات وصفقات جديدة في ظل تنامي الطلب على الحلول التكنولوجية.